مرحبا أصدقائي الأطفال، سنتابع اليوم تعلم الحروف العربية، وسنتعلم معا اليوم حرف الغين. هل تعرفون ما هو شكل حرف الغين؟ هذا هو شكله: غين، غين. يأتي حرف الغين في أول ووسط وآخر الكلمة، يأتي في أول الكلمة هكذا، مثل غزال، ويأتي في وسط الكلمة هكذا، مثل ببغاء، ويأتي في آخر الكلمة هكذا، مثل دماغ. أيضاً لحرف الغين حركات مختلفة: الفتحة والضمة والكسرة. وعندما يأتي حرف الغين مع الفتحة نلفظه غا، مثل غسالة. أما عندما يأتي مع الضمة نلفظه غو، مثل غوريلا. وعندما يأتي مع الكسرة نلفظه غي، مثل غراء، غا، غو، غي. والآن لنلعب قليلا مع حرف الغين. في كلمة مغناطيس، أين جاء حرف الغين؟ في أول أم وسط أم آخر الكلمة؟ أحسنتم، في وسط الكلمة. وفي كلمة صمغ، أين جاء حرف الغين؟ رائع، في آخر الكلمة. وفي كلمة غراب، أين جاء حرف الغين؟ هذا جيد، في أول الكلمة. والآن لنتدرب أيضاً على لفظ حرف الغين مع الحركات. ما هي حركة حرف الغين في كلمة غصن؟ أحسنتم، إنها الضمة. وفي كلمة غابة، ما هي حركة حرف الغين هنا؟ هذا رائع، إنها الفتحة. وفي كلمة غطاء، ما هي حركة حرف الغين هنا؟ رائع، إنها الكسرة. إذن هذا هو حرف الغين، يلفظ مع الحركات المختلفة، فيلفظ مع الفتحة غا، ويلفظ مع الضمة غو، ويلفظ مع الكسرة غي، غا، غو، غي، ويكون في أول الكلمة هكذا، ويكون في وسط الكلمة هكذا، ويكون في آخر الكلمة هكذا. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم أصدقائي، ولتعلم باقي الحروف اضغطوا زر الاشتراك بالقناة وزر تفعيل الجرس لتصلكم باقي الحروف الجميلة. إلى اللقاء.